أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يحرص على لبس أحسن الثياب وأفضلها، وآخرون لا ترى عليهم إلا الثياب الرثة، مع أن كل منهما عنده سعة من المال، فمن المصيب منهما؟ مصيب الذي يتجمل. الله جميل يحب الجمال، ويحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، هذا من شكر النعمة. نعم.